دلوقتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، بجد وحشتوني قوي الفترة دي. مش بصور على الأقل فيديوهين كل أسبوع زي ما انتم متعودين، بس هحاول أركز الفترة الجاية. اللي شاف مشترياتي الأخيرة من اوريفليم هيعرف ان انا جبت الاي براو البنسل الجديد من اوريفليم. هما المفروض درجتين، البلوند والبراون، والمفروض ان الناحية التانية فيها هايلايتر. مبدئيا كده ده البلوند مش البراون، وده البراون، تمام. هما البيجمنتيشن بتاعهم حلو، يعني مش بيطلعوا اهو مثلا البلوند اهو بسهولة، يعني مش البيجمنتيشن حلو، بيطلع اللون بسرعة، مش اللي هو لازم افضل رايح حاجية كذا مرة، لا البيجمنتيشن بتاعهم الاتنين حلو. بس انا كنت فاكرة ان البلوند مش هيبقى كده، يعني كنت فاكره لون تاني. البلوند والبراون الاتنين مش على احمر، فدي حاجه كويسه، عجبيني الاتنين كدرجه لون. نيجي بقى للجزء التاني من القلم. هو القلم بيبقى كده فيه هايلايتر، تمام. يعني هو ده الهايلايتر، تمام. انا شايفه ان الهايلايتر يعني ملهوش لازمه، او يعني مش بيطلع اللون بسهوله، لازم افضل كتير جدا علشان خاطر يطلع لون، وده مش حلو بالنسبه لمنطقه تحت الحجب، ان يبقى تقعدي كده تبداي رايحه جايه بقوه فيها عشان خاطر اللون يطلع، دي حاجه مش حلوه ابدا. هو عادي بيتبرى، يعني هو اوكي عجبني، بس انا مش هجيبه تاني لان هو ب112 حاجه كده. انتوا عارفين ان انا عندي مشكله في موضوع الاسعار ده، مش بحفظ اسعار ابدا. انا شايفه ان هو كتير عليه، يعني مثلا لو كان القلم ده لحد الاخر كنت ممكن نفسيتي كده هديت وقلت تمام، لكن هو اكيد لنصه بالظبط، يعني اكيد للنص كده. هو ده الاي برا، والباقي هايلايتر اصلا مش عاجبني. انا محتاره شويه مين احلى، هو ولا بتاع ايفون؟ ده في حاجات كويسة والتاني في حاجات كويسة. طبعا بتاع ايفون 50 جنيه، فطبعا احسن في كسعر، بس البيجمنتيشن مش قوي زي دول. وبتاع ايفون القلم دقيق، ده مش دقيق، يعني لازم حد يبقى يعرف كويس قوي هو بيعمل ايه، مش دقيق ابدا. انا مش فاكرة هو كان بكام بالظبط، بس هو كان 112 120 حاجة كده. برضه مش فاكره جبته بحاجه 70 في الاخر ولا حاجه ب80، بس هو في الرينج ده مش اكتر من كده. فاللي هو لا، اجيب بتاع ايفون واجيب لون غامق احسن من لما اجيب بتاع اوريفليم. بس البيجمنتيشن بتاعه حلو جدا بجد، وشكله طبيعي جدا في الحواجب. يعني لو كان القلم فيه فرشه الناحيه التانية، او كان فيه الهايلايتر كان كريمي اكتر، كنت ممكن حبيته، بس كده لا مش عاجبني. بس يعني انا مش عارفه اقول هتوه او مش هتوه، انتوا شوفوا. ده رايي فيه، ان هو سعره كتير عليه. لو كان حجمه كبير كله البنسل كله لحد الاخر ايبرا، كنت حبيت الموضوع وما كنتش اتضايقت ابدا. كميه قليله بالسعر دوت، لا ما مش عاجبني الموضوع ابدا. وكمان القلم مش دقيق. ولو ما شفتوش الفيديو بتاع مشترياتي من اوريفليم او ايفون، هحط لكم تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت، هحط لكم لينك الفيديو الاي براو بتاع ايفون. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ميرسي انك شفتي الفيديو للاخر، ولو الفيديو عجبك او استفدتي منه ما تنسيش تعرفيني ده بلايك وسبسكرايب للقناه، وفعلي الجرس عشان لما انزل الفيديو تعرفي وتيجي تشوفيه على طول. وأشوفك قريب، باي.